وبنهاية فقراتنا لليوم بصباحنا غير نقول صباح الجمال، الاكسسوارات الحلوة، الألوان الحلوة، الطاقة الإيجابية لكل صبية بتبحث عنها بالصيف. يعني وقت هايدي بدك تلبسي قطعة ثياب فورا بتروحي إنه أنا شو بدي أطبق لها سنسلة، شو أكيد. بدي أطبق لها حلق. وكل صيف دائما نحن عم نشوف الألوان الجريئة، عم نشوف الموديلات الجريئة، وخاصة إذا كانت صناعة يدوية دائما بيكون فيها لمسة حب وأبداع. رح نروح فورا لعند ضيفتنا نتعرف عليها وعلى شغلها. وضيفتنا لليوم هي وفاء عباس، وحضرتك مصممة اكسسوار. يسعد صباحك. بس لك انا دغري. يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيكي. يعني مثل ما بنعرف انه داخل كل بيت اليوم وعند الصبايا في عندهم صندوق صغير بقلبه مجموعه من الاكسسوارات اللي ممكن يستخدموها في حال كان عندهم مناسبه او بالايام العاديه. خلينا هلا بما انه احنا داخلين على بدايه فصل الصيف نتعرف من حضرتك شو هي اخر الموضه اليوم بعالم الاكسسوار. أول شيء بيسعدني إني ألتقي فيكم عبر الإخبارية. ثاني شيء مثل ما تفضلتي يعني إنه نحن بموضوع الإكسسوار كل يوم في شيء جديد، طبعاً بيختلف حسب الذوق حسب رغبة الشخص وهكذا. هلا بالنسبة لي أنا بتصور إنه القطع الخرز اللي هو حاليا نحن عندنا هون بالبلد انه شوي مهمل او منه اخذ حقه بالكامل. هذا النوع من الشغل عم نشوف الوان صاخبه ملونه تماما، هي بتناسب كل الاذواق، وهون حتى في تدخل الوان. يعني انت بالحاله العامه اذا فكرتي فيها بتقولي انه مستحيل انه يكونوا ظابطين، بس انه بالمحصله عم تعطيكي انه هي قطعه فنيه فيها حرفيه فيها جمال فيها اناقه فيها تعب وفيها تعب وقت. اكيد بدها وقت اليوم. اكيد اكيد بدها وقت وتعب. خبرينا اليوم حضرتك او شيء زوجة شهيد اكيد بدنا نترحم على روحه. الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء. الله يرحمه ويرحم جميع الشهداء. اليوم رحتي انت لمشروعك الخاص للاكتفاء الذاتي، خبرينا اكثر عن هذا المشروع، كيف بلشتي فيه؟ واليوم هل عن جد هو حضرتك مكتفية ذاتيا ماديا وبلشت تروحي لموضوع التسويق والتوصيات من الناس؟ هلا هي بلشت انها مثل ما تفضلتي حضرتك انه اي انثى بالبيت عندها الرغبة بالاكسسوار. فهي كانت من البداية بس كانت محصورة انها هي بالشغل لإلي انا اكسسواراتي انا. طبعا تطورت القصة لما بتشوفي اشياء جديدة انت عم تظهر معك، والاهم من هذا انه يكون في موهبة يعني عندك، مشان انه انت في شيء من الابداع لازم يظهر بشغلك يعني. فهي القصة تطورت، بلشت بشغل الكريستال شواروفسكي بالسواروفسكي بال 2008. كانت بداية المشروع انه انا اتجه نحو الكريستال والاحجار الكريمة. حلو. فبلشت بكم قطعة يعني ما كان في ظروف مناسبة انه للتابعي. تمام. نما المشروع انه بدايه 2010 انه انا لا لازم خلص انطلق بمشروعي اللي هو كمان حتى اني ادخل معه شغل الكروشيه. حتى يمكن هون بدي اسالك لجانب الاكسسوارات عم بيكون لك في شغل بالكروشيه، عم تشتغلي قصص ثياب للبيبي كثير حلوين. شوف عم نشوف مثل بلوزه وتنوره صغيره. خلينا نوضح هدول الامور او القطع، قديش اليوم بتاخذ منك جهد، بتاخذ وقت، كيف ممكن ترضي اليوم الاذواق؟ هل في عليها طلب اليوم؟ هي هون المشكلة انه دائما انت هاي القطعة طالما انت عم تشتغليها لهذا كله مثلا كمان عم نشوف مع رشا في ماك يعني الناس بترغب له، بس نحن حاليا في شوية ضعف بالتسويق بسبب انه القيمة المادية اليوم متعبة. القيمة المادية قصدك؟ تماما للناس يعني فشوي المواد الاولية حتى المواد يعني الاولية غالية. يعني انت عم تشتري غالي عم تاخذ منك جهد وتعب، فشوي الناس كلها عم تبدي اعجابها وانه شغل كثير حلو هيك، وفي ناس بتاخذ للامانه يعني. بس انه شوي الوضع المادي عم يكون شوي عائق باتجاه يمكن اليوم مصممه الاكسسوار لازم تكون متابعه كثير لاخر اخبار الموضه لحتى تقدري اليوم تنجزي قطع تلبي رغبات الصبايا اليوم. تماما. هلا لا يخلو الامر انه بالحاله العاديه بدك انت تبقي، وخاصة اللي عنده انه هوس بقصة الاكسسوار. فأنا واحدة من الناس عندي هوس بالإكسسوار، فبتتابعي أي شيء دائما على اطلاع على مشاهدة فيديوهات أي شيء جديد
كل شيء ممكن تاخدي منه لو جزء صغير. طيب واذا اقترحت عليكي صبيه قالت لك انه نحن مثلا هلا عن جديد حابين هذا الموديل، ممكن تقدري تساوي تاخدي بافكار الصبايا؟ طبعا انا دائما هو الحلو بالموضوع انه انت اذا حدا اعطاكي فكره ممكن تكون غايبه عن ذهنك تساهم انت ب بتطوري تماما الفكرة. يعني ممكن يكون احيانا ماشي بالسوق يلفت انتباهي قطعه، فانا بدل ما اشتري كوفاء يعني فانه ممكن اجيب المواد الاوليه طبقها وضيف عليها شويه مثل ما بيقولوا لمسات خاصه فيني، عرفتي كيف؟ فهو انت فعليا استفدتي من يعني شغل الاخرين بس اضفتي عليه شيء من انتاجك انت. هلا شفنا كثير ست وفاء شغلك بالخراز، وايضا يعني انا هذا اخذت عقلي حبيته فيه هيك بتحسي في شيء الانتيكة القديمه في تماما يعني الفراعنه، يعني اذا نرجع هيك شوي بتلاقي انه في اطواق بتشبه زمن الفراعنه ولكن اليوم هذا مصغر. يعني هذا الموديل اكيد قد ايه البنات بدك بيروحوا عليه يعني بحبوه بيطلبوه؟ كثير بيطلبوه بيحبوه، على فكره انه يعني كثير بسيط، وحتى بس انه بالمحصله انه هو قطعه انيقه يعني عرفتي كيف، بس هو كقطعه هو بسيط، فيه جماليه فيه حرفيه فيه يعني بيرغبوه الصبايا. حتى يمكن كمان عم نشوف في بورتوكلي كمان بتشتغلي تماما. حلو. طيب خبرينا اكثر عن مشاركاتك بمعارض او ببازارات، شو اضفت لك على صعيد شغلك اليوم؟ والله للاسف هو انا تقريبا من سنه يمكن شاركت بحاضن الدمر، كان في مهرجان، كانت هو اول خطوه تقريبا يعني او اول انطلاقه بعد ما ساعدتني الظروف انه يكون في لقاءات ثانيه، بس كان فيها يعني تجربة حلوة انه انت تطلعي على شغل الاخرين يعني تاخذي افكار تماما، لا يمنع يعني لا يمنع انه من الواحد حتى يمكن التفاعل ان كنتي موجودة اكثر من مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن على مواقع التواصل نحن ما بنقدر نصور القطعة نعطيها شكل الحقيقي تماما، هي على الواقع صحيح بتبين اذا كنتي موجودة بين اجمال تماما. انا عم حاول انت هيك عم درتشي انت وهي عم باخذك لقطات لكثير حبته شغلك كمان هو تعب بنهاية يوم حقك بهاي الاستضافة انه نحن نقدم شغلك للناس بشكل صحيح. صح خلينا هيك نحكي عن الاساسات اليوم لاي حدا لاي صبي لاي ست بيت حابب يتبلش هذا المشروع صغير ويكون لها اكتفاء ذاتي ماديا، شو اهم الاساسات المفروض اليوم تعتمد عليها؟ ودائما نحن وقت بنقول مواد اولية وغلاء ممكن ست البيت تبعد عن هاي القصة تقول لك انا ما بفي بدي فوت بهي القصة، ولكن اليوم انت بلشتي وقدرتي تثبتي حالك بهذا المجال، فشو نصيحتك اليوم؟ هلا دائما كل هالعمر انا بنصح كل ست بيت وخاصه اللي عندها صبايا انه يكون تعمل لهم شيء من الاكتفاء الذاتي، لانه هي صح هو انه مكلف بس قدر الامكان انه هي بناحيه ثانيه ان هي عم يكون في تكلفه اقل اذا انت بدك تتجهي باتجاه الاسواق وتشتري، فهي شو ما وفرت فهي انه عم توفر لبيتها لبناتها وهكذا. المادي الاوليه غاليه للامانه وانا عم عاني، يعني نحن انا بقول لك رغم انه في حرفيه وفي اناقه بالشغل انا بعاني من موضوع انه جوده احيانا القطعه البسيطه اللي بدها تكمل لي القطعه. خرز او استراس ما هو الخرز، هلا هذا مثلا هذا النوع الجيد من الخرز. عم نشوف اللولو كثير دارج حتى مثل تماما هذا انتاج قديم. هذا انتاج قديم يعني. هدول الانتاجات الجديده خلال هالسنه، بس هذا من اللي كان ضمن الاكتفاء الذاتي سابقا. فانت فعليا انه الماده الاوليه ما دائما متوفره، الاشياء اللي بدها تتمم لك شغلك ما هو متوفر، يعني اذا بتلاحظي عفوا بقطعه فريدا هي الرسامه المكسيكيه مثلا هون انا اضطريت هلا لو انا كثير غريبه تماما ايوه هي فريدا رسامة مكسيكية. حلو. هلا هون انا يمكن لو انا لقيت مثلا الوان ثانية من الخرز انها تساعدني تعطي مثلا هي تدرجات اللون بالبشرة او بلون الشعر كانت القطعة مثلا على اجمل. عرفتي كيف؟ بس انا هون تقيدت لانه ما في مواد اولية. ما في الوان اساسية، فانا اضطريت اشتغل ضمن المواد الموجودة، بس كمان بالنسبة لي القطعة
كانت من اجمل القطع اللي بشتغلها. اليوم هل التكلفه اللي عم تضخيها حضرتك بهذا المشروع عم تقدم لك اياها خلال التسويق، هل انت اليوم عم تقدري تربحي او هو مجرد انه انت عم تحبي القطعه عم تشتغليها وربح جدا بسيط؟ هلا للامانه هو الربح جدا بسيط من مبدا انه انا سوق، من مبدا انه انا في كان عندي انه حلم انه انا اعمل معرض او يكون فيني شيء، لنقول خلينا نقول محل خاص بشغل الاكسسوار والكروشيه، يعني كله انتاج يدوي، شغل مميز. يعني تلاقي فيه مثلا انه انت شيء يناسب جميع الاعمار جميع الطبقات والى اخره، وبالمحصله انت عم تقدمي قطعه مميزه حلوه ما بتتكرر مرتين. يعني في شيء انه انا ما بكرر القطعه مرتين، ممكن يعني بظروف معينه تتكرر قطعه مره واحده. طيب موضه الخيطان لسه دارجه، يعني عم شفنا اكثر من قطعه موجوده، هلا هي كثير درجات بيحبوها الصبايا، مثل هون مثلا طوق خيطان، هاد طوق خيطان مع قطعه اكسسوار مع انه يصغروا او تماما حسب. هلا هي انه هون خصله للشعر، يعني انه كثير حبوها الصبايا اول طلعتهم هيك. ست وفاء يعني ما شاء الله شغل جبار، واكيد اخذ من وقتك اخذ من جهدك ومن صحتك بالنهايه، يعني اكيد الحمد لله اكيد. نتمنى لك نشوفك بمعرضك الخاص ان شاء الله، ونزورك ونحن هيك ننتقي ان شاء الله، يسعدني الاكسسوار من حضرتك. بدنا نقول تحيه لكل زوجه شهيد وتحيه لكل عائله شهيد اليوم عم تشتغل على مشروع الخاص كرمال تكون مكتفي ذاتيا. بدنا نشكرك ونشكر هذا العطاء اللي عندك، نورتي صباحنا لليوم. اهلا وسهلا فيكم، تشرفت فيكم، وشكرا لجميع القائمين على الاخباريه. اهلا وسهلا فيكم.